بالتزامن مع توقيع مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، بدأ سعر صرف الليرة اللبنانية يشهد ارتفاعا ملحوظا وتدريجيا مقابل الدولار، وسجل سعر صرف الليرة صعودا ملحوظا من 18 ألف ليرة قبل تشكيل الحكومة إلى 14.5 بعد تشكيل الحكومة، ليعود وينخفض إلى حوالي 16 ألف ليرة حاليا. وكانت سوق الصيرفة قد شهدت إقبالا كثيفا على بيع الدولارات، وذلك قبل انخفاضه وسط التفاؤل والأجواء الإيجابية التي أحاطت بالملف الحكومي صباحا. ويبقى السؤال، هل سيدوم مفعول التأثير النفسي لتشكيل الحكومة على سعر الصرف في الأيام المقبلة؟ وهل ستوجد دولارات للبيع على سعر الصرف المنخفض؟ والآن، ما هي الأولويات الملحة على الصعيد المالي والنقدي والاقتصادي؟ للجواب على هذه الأسئلة ينضم إلينا الخبير الاقتصادي المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي منير راشد. دكتور راشد، مساء الخير. مساء الخير، أهلا فيك. طبعا السؤال الأبرز اليوم، شو أولويات الحكومة على الصعيد المالي والنقدي والاقتصادي وسط هالأزمات اللي عم نعانيها؟ طبعا الحكومة عندها تحديات عديدة، وأولها أنه تنال الثقة في مجلس النواب. بنتأمل أنه هذا سير بدون مشكلات، ولكن من أهم التحديات اللي نواجهها اليوم نحن عم نعيشها هو تعدد أسعار الصرف في الأسواق. فهذه الأسعار الصرف اللي بينتج عن خلالها دعم كبير للمنتجات وخاصة المحروقات، وأدت إلى آفات عدة تهمها تهريب السلع إلى الخارج والأدوية. فمن الضروري توحيد سعر الصرف، وهذا من المطالب الأساسية لصندوق النقد الدولي. توحيد سعر الصرف وتحرير سعر الصرف. هل تستطيع الحكومة الجديدة توحيد وتحرير سعر الصرف وإنهاء الدعم من خلال الصرف سعر الصرف، اللي هو من أسوأ أنواع الدعم، كونه دعم غير موجه ودعم يهرب إلى الخارج الكثير من السلع من خلال هذا النوع من الدعم. التحدي الثاني هو إذا بدنا نوجه الدعم البطاقة التموينية، فهذا أيضا تحتاج إلى مراجعة شاملة. نحن الأعداد كبيرة جدا، عندنا الأعداد المذكورة هي 750 ألف عائلة، يعني إذا بتضربيها بالأربعة بيطلع تقريبا فوق تقريبا 3 ملايين شخص. ما عندنا قدرة نحن ندعم هالأعداد الكبيرة باستمرارية، يعني منه حل إنه ندعمهم بشهرين أو ثلاثة وبعدين نوقف، بكون أثارها كتير كبيرة ورجعية. فهيدا من الأشياء المهمة اللي نعالجها. بعدين بتيجي الوضع المالي، لأن الأجور والرواتب اللي هي أصبحت منخفضة جدا في القطاع العام. صار راتب الموظف 100-150 دولار و200 دولار، حتى المراتب العالية أصبح رواتبها بالدولار، يعني 500 أو 600، ولا تستطيع العائلة أن تعيش على هذه الرواتب. أيضا في السياسة المالية عندك الضمان الاجتماعي ومشاكل الضمان الاجتماعي والوزارات الأخرى، وخاصة الصحة والتربية، القطاع التعليمي عندنا مشاكل كثير كبيرة في رواتب الأساس الأخرى. من المشاكل الأخرى اللي هي مهمة يعني من الأولويات، الدين العام للدولة وإعادة جدولة الدين. يعني الدولة ما فيها تستمر بدون ما تدفع ديونها وتدفع فوائد على ديونها. النقطة عندي نقطتين مهمين بعد، هو المصارف والودائع. يعني صحيح، المصارف ما فينا نستمر بهذه الطريقة. أول في ودائع الناس اللي مش عم يحصلوا عليها، كيف بدنا نرد هالودائع للناس ولو تدريجيا؟ هناك تحديات كبيرة في هذا المجال، وهناك مصارف متعثرة، والمصارف أيضا لديها سندات من الدولة، والدولة لا تقوم بخدمة هذه السندات. وبيبدأ نقطة يعني سادسة أو سبعة، هو الحوار مع صندوق النقد الدولي. هل تستطيع هذه الحكومة أن تقوم بحوار بناء وفعال ويعطينا نتيجة ويأمن موارد لبنان بفترة سريعة؟ يعني أنا كنت في بعض جلسات الحوار مع صندوق النقد الدولي، مع الوزارة السابقة، الحكومة السابقة. صندوق النقد عنده مطالب عديدة، يعني عنده بده إعادة نظر بالأجور والرواتب، إعادة نظر بالدين، إعادة نظر بالضرائب، إصلاح الكهرباء. القطاع الكهربائي كان أيضا هو جزء من السياسة المالية. نحن ما بنستمر في الكهرباء كما هو، انقطاع التيار. يعني دكتور مرين، نحن بحاجة أولا لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وثانيا الحصول على تمويل يعني لإجراء الإصلاحات.
شوف المشكلة بالمفاوضات مع صندوق النقد إنه لازم راح تستغرق بعض الوقت، يمكن تاخد 4 أشهر أو 5 أشهر. نحن بحاجة لإصلاح فوري. وأيضا صندوق النقد الدولي راح يطلب منا إصلاحات، يعني prior action، إصلاحات مسبقة، بدي قلنا وحده سعر الصرف حتى أنا إيجي على لبنان وأقعد أتفاوض معكم. فما فينا بس نستند على صندوق النقد الدولي، بعدين صندوق النقد الدولي بيطلب منا إصلاحات نحن لازم ننفذها، مش هو راح ينفذها. صحيح. فهل عندنا القدرة نستطيع أن ننفذها بفعالية وبنجاح؟ بده ينهي الدعم للمحروقات بالأخص، يعني هلا وتهريب المحروقات وسعر المحروقات اليوم بالسوق هي نصف التكلفة، الدولة عم تتكلف على المحروقات والكهرباء 3 مليار صحيح. دولار اللي هيدا فينا يعني على موفر. أمل دكتور راشد أنه الحكومة تشرع بالأصلاحات المطلوبة وتكون جدية. بدي أشكرك على هذه المداخلة.